عدن على خط الانقلاب، انقلاب بوصف الشرعية يشبه انقلاب ميليشيا الحوثي بصنعاء، حيث دارت معارك عنيفة بين ألوية الحماية الرئاسية التابعة للشرعية وبين الحزام الأمني المدعوم من دولة الإمارات. وأكدت المصادر الميدانية أن الاشتباكات التي ابتدأت صباح اليوم لا تزال مستمرة في أكثر من منطقة بعدن، فيما أفادت مصادر طبية عن وصول عشرات القتلى والجرحى إلى مستشفى الجمهورية. جغرافيا الاشتباكات بين الانفصاليين الانقلابيين وبين قوات الشرعية تدور في مديريات المنصورة والتواهي وخور مكسر، وتمكنت قوات الحزام الأمني من التقدم في المنصورة ومحاصرة منزل وزير الداخلية في الوقت الذي أشارت فيه مصادر عسكرية إلى استعادة ألوية الحماية الرئاسية السيطرة على مبنى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فيما أفاد شهود عيان عن قصف معسكري جبل حديد بخور مكسر بالدبابات. كان رئيس الحكومة أحمد بن دغر قد طلب من الإمارات التدخل لتهدية الوضع في عدن والحفاظ على الشرعية كونها وفق بيانه صاحبة القرار الحقيقي في عدن، ولم يصدر حتى الآن أي موقف ميداني من قبل السعودية باستثناء تحليق لطيران التحالف دون أي تدخل، في الوقت الذي تدعم فيه الإمارات الحزام الأمني الذي يقود عملية الانقلاب على الشرعية في عدن.